بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. متفق عليه. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، بمباشرة أو سبب. ففي الأخير لا قود، بل الكفارة في مال القاتل والدية على العاقلة، وهم عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. والديات للنفس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى يا أرحم الراحمين. يطيب لي في هذا اللقاء، في هذه الدورة المباركة، أن أتدارس أنا وإياكم أبوابا من أبواب الفقه، وهي الجنايات، كتاب الجنايات، وكتاب الحدود، وكتاب القضاء. ما سمعناه آنفا هو بداية ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات. وقبل أن أبدأ في التعليق على ما ذكره المؤلف رحمه الله، أشير إلى أبرز مضامين ما ذكره مما سمعناه آنفا. فمن أبرز المضامين التي ذكرها والتي سأذكرها: أولا تعريف الجنايات، ثم أقسام القتل بغير حق. وتحت أقسام القتل بغير حق ذكر الشيخ القسم الأول وهو العمد، فذكر تعريفه، ثم ذكر موجبه، ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو شبه العمد، وذكر تعريفه، ثم القسم الثالث وهو الخطأ، وذكر أيضا تعريفه، ثم ذكر موجب شبه العمد والخطأ. هذا أبرز، أو هذه أبرز عناوين المسائل التي تضمنها الجزء الذي سمعناه آنفا. أما تعريف الجنايات فهذا لم يذكره المصنف، لكن أبين معناه. الجناية في اللغة هي التعدي على بدن أو مال أو عرض، فكل ذلك في اللغة يسمى جناية، فيقال مثلا: جنى عليه فأخذ ماله، أو جنى عليه فقطع أصبعه، أو جنى عليه فقتله، أو جنى عليه فقذفه، فيدخل في ذلك التعدي على بدن أو مال أو عرض. لكن الفقهاء رحمهم الله في كتاب الجنايات اصطلحوا على معنى أخص من المعنى اللغوي، ولهذا يقولون إن المراد بالجنايات هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. إذن المراد بالجنايات هنا في اصطلاح الفقهاء هو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. ويلحظ أن الفقهاء خصوا الجنايات بالتعدي على البدن،
ولهذا لا تجد الكلام على السرقة مثلا في كتاب الجنايات، لأنها تعدي على المال، ولا تجد الغصب في كتاب الجنايات وهو تعدي على المال، ولا تجد القذف في كتاب الجنايات مع أنه جناية لغة، لكنه ليس جناية على اصطلاح الفقهاء، ولهذا يذكرون أحكام القذف في الحدود. القضية الثانية أقسام القتل بغير حق، وهذا ما فصله المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وقوله بغير حق هذا يخرج بالقتل بحق، مثل ماذا؟ مثل القتل قصاصا، أحسنتم، القتل حدا كرجم الزاني المحصن، هذا قتل بحق. إذن هو الآن والفقهاء يتكلمون في الجنايات عن القتل بغير حق، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الشيخ ذكرها: القسم الأول العمد، والثاني شبه العمد، والثالث الخطأ. بدأ أولا رحمه الله بالقسم الأول، كما ذكرت تعريفه وموجبه. أما تعريفه فقال: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا. قول العمد العدوان لأن العمد قد لا يكون عدوانا، فالقتل بحق عمد لكنه ليس عدوانا، فالقسم الذي يدخل في الجنايات هو العمد العدوان، متعمد وعادي في تعمده. ما تعريفه؟ قال: أن يقصده بجناية تقتل غالبا. فقوله أن يقصده، القصد أو اشتراط القصد، هذا أمر مهم في كون القتل قتل عمد، وهذا يخرج الخطأ، فالخطأ كما سيأتي إن شاء الله يقع فيه القتل بغير قصد. وقوله بجناية، قال أن يقصده بجناية، هذا يخرج القتل بحق، لأن القتل بحق ليس جناية بناء على التعريف المتقدم للجناية. وقوله تقتل غالبا، هذا يخرج أي الأنواع؟ يا إخوان، يخرج شبه العمد، يخرج شبه العمد، لأن شبه العمد يقصد بجناية لكنها لا تقتل غالبا. هذا هو تعريف القتل العمد. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله موجبه، والموجب بفتح الجيم يعني ما يوجبه قتل العمد. ما الذي يوجبه قتل العمد إذا ثبت ووجد؟ قال: فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. الولي المراد به ولي الدم، وولي دم المقتول هم ورثته، فورثة المقتول مخيرون بين أمرين: إما القتل قصاصا للقاتل، وإما أن يأخذوا الدية. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. ومعنى يفدي يعني يأخذ الفداء، والفداء هو الدية، والحديث في الصحيحين. ثم انتقل رحمه الله إلى القسم الثاني من أقسام القتل، وهو شبه العمد، فذكر تعريفه، قال: وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. فقوله أن يتعمد، هذا يخرج أي الأنواع؟ الخطأ. الجناية على الجناية، هذا يخرج إيش؟
القاتل بحق مثل ما قلنا سابقا، بما لا يقتل غالبا يخرج العمد، لأن العمد يقصده بالجناية بأمر يقتل غالبا. من أمثلة قتل شبه العمد لا، ما لو حصلت مثلا مضاربة بين شخصين فأحدهما ضرب الآخر بيده، لكزه بيده، اليد هل تقتل غالبا؟ لا تقتل غالبا. كذلك لو أن عصا صغيرة وضربه في غير مقتل، يعني في موضع من المواضع التي لا يموت الشخص فيها غالبا، وإنما العادة أنه يتألم لكنه مات، هذا يقال له قاتل إيش؟ شبه عمد. لأن الظاهر لنا من الآلة التي استعملت في القتل والطريقة التي استعملت فيها هذه الآلة أنه لم يقصد القتل لكنه قصد الجناية، قصد الجناية، ولهذا قلنا في شبه العمد أن يتعمد الجناية، فهو جان بالضرب لكنه لم يقصد القتل. القسم الثالث قال الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد. إذن أبرز خصائص النوع الثالث وهو قتل الخطأ عدم وجود قصد الجناية، وبهذا يخرج العمد ويخرج شبه العمد، لأنه كما مر معنا كلا هذين النوعين فيهما قصد الجناية. قال الشيخ بمباشرة أو سبب. مثال المباشرة خطأ، شخص يمشي في سيارته فدهس إنسانا خطأ لم ينتبه له، هذا قتل بمباشرة. شخص خرج للصيد فرمى ما يظنه صيدا فبان إنسانا معصوما، هذا يقال له قتل خطأ لأنه لم يقصد قتل الإنسان المعصوم. أما التسبب فمن أمثلته ما لو حفر حفرة في طريق فمر فيها طفل أو أعمى في هذا الطريق فوقع فيها فمات، هذا قتل خطأ بمباشرة أو تسبب؟ تسبب، ويأخذ أحكام قتل الخطأ. الشيخ رحمه الله بيّن لنا فيما مضى موجب قتل العمد، لكنه لما ذكر شبه العمد لم يذكر موجبه. لماذا؟ لأنه أخر موجبه مع قتل الخطأ، لأن الموجب واحد في الجملة، ولهذا قال ففي الأخيرين، يعني القسمين الأخيرين وهما شبه العمد والخطأ، لا قود، هذا موجب شبه العمد والخطأ، ليس هناك قصاص، القصاص يختص بقتل العمد فقط، شبه العمد والخطأ ليس فيهما قصاص. إذن ما الذي يوجبانه؟ قال الكفارة في مال القاتل، هذا رقم واحد. رقم اثنين الدية على عاقلته، إذن هذا موجب النوعين الأخيرين، فتجب الكفارة في مال القاتل. وكفارة القتل ككفارة الظهار، مر معكم الظهار أو سيمر معكم، إلا أنه ليس فيها إطعام، فكفارة القاتل ليس فيها إطعام لأن الله لم يذكر فيها الإطعام في القرآن. طيب هنا سؤال، الآن الكفارة تجب على ما ذكره المؤلف رحمه الله في شبه العمد والخطأ، طيب هل العمد فيه كفارة؟ فيه كفارة ولا ما فيه؟ نعم أحسنتم، ليس فيه كفارة لأنه أعظم من أن يكفر،
يحتاج إلى توبة نصوح، وهو أعظم من أن تؤثر فيه الكفارة. الموجب الثاني قال والدية، فالنوعين الأخيرين يوجبان الدية. على من تجب الدية؟ قال على عاقلته، يعني عاقلة القاتل. ما المراد بالعاقلة؟ قال وهم عصباته كلهم. فقهاء يقولون إن العاقلة هم ذكور العصبة. ما المراد بالعصبة؟ نعم، قرابة الرجل من جهة أبيه، قرابة الرجل من جهة أبيه، هؤلاء هم العصبة. فالدية عليهم. الشيخ قال كلهم، وهم عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم. ويدخل في ذلك عمود نسبه الأعلى والأسفل من العصبات، توزع عليهم بقدر حالهم، يوزعها القاضي الشرعي. القاضي الشرعي يوزعها عليهم ليس بالتساوي، لا، وإنما كما قال الشيخ بقدر حالهم، يعني من حيث مستوى الغنى. فالفقير لا عقل عليه، لأنها مواساة، تجب على سبيل المواساة، وفي إيجابها على الفقير إجحاف به. الفقير لا عقل عليه، لكن من جاوز حد الفقر أيضا يتفاوتون في الغنى. فالقاضي يوزعها عليهم بقدر حالهم، فيفرض على كل منهم ما يسهل عليه ولا يشق به ولا يجحف بماله. قال وتؤجل عليهم 3 سنين، يعني لا تجب عليهم حالة دفعة واحدة، وإنما تكون مقسطة على 3 سنين، في كل سنة يحملون ثلثها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قاود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جد عن الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنطلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهله. وأن الرجل، أحسن عليكم، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. رواه أبو داود. حسب. المؤلف رحمه الله بعد أن بيّن أنواع القتل وما يجيبه كل منها، انتقل الآن إلى تفصيل الكلام في الديات، لأن مما يجيبه القتل كما مر معنا الدية. فما الدية وما مقاديرها؟ هذا ما بيّنه فيما سمعنا. فقال رحمه الله: والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم. هذا حديث مشهور متلقا عند العلماء بالقبول، تضمن أحكاما متعددة تتعلق بالزكاة وبالديات وغيرها. والشيخ رحمه الله ذكر الشاهد منه فيما يتعلق بموضوعنا، وهو ما يتعلق بالديات. سنقف مع هذا الحديث بعض الوقفات. قوله صلى الله عليه وسلم أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود. ما معنى اعتبط؟ يقولون يعني قتله بلا جناية كانت منه
ولا جريرة توجب قتله. ولهذا يقولون أن كل من مات بغير علة فقد اعتبط. هذا الحديث بيّن الديات في النفس وفي ما دون النفس. بدايته قال: وإن في النفس الدية 100 من الإبل. هذه دية النفس. فدية النفس وهي دية الحر المسلم الذكر 100 من الإبل. هذه الدية حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الوقت كما تعلمون الدية تدفع نقدا، لكنها تعتبر بقيمة 100 من الإبل. ولهذا تقدير الدية نقدا في هذه البلاد مر بمراحل، لأن الإبل تفاوتت قيمها من وقت إلى وقت آخر، وزادت في السنوات الأخيرة زيادة كثيرة عما كانت قبل سنين. فالحاصل أن الدية من حب النقد هي ما يعادل قيمة 100 من الإبل، وهذا قد يختلف من وقت إلى آخر بحسب قيم الإبل في ذلك الوقت. قال: وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. دية الأنف إذا أوعب جدعا يعني استكمل قطعا الدية كاملة، يعني 100 من الإبل إذا كان ذكرا حرا مسلما. وفي اللسان الدية، أيضا اللسان فيه الدية كاملة. وهكذا الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أن كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة قياسا على المنصوص، لأن الأنف الإنسان له أنف واحد، له لسان واحد، وفيه مدية، في كل واحد منهم مدية كاملة كما نطق بذلك الحديث. قال: وفي الشفتين الدية. الشفة الواحدة فيها نصف الدية، وبناء على ذلك قال الفقهاء: كل ما في الإنسان منه شيئان ففي الواحد منهما نصف الدية، وفي الاثنين الدية كاملة قياسا على المنصوص. وفي الذكر الدية، يعني إذا قطع ذكره ففيه الدية كاملة. وفي البيضتين الدية، المراد بالبيضتين يعني الخصيتين، فيهما الدية كاملة، وفي الخصية الواحدة نصف الدية بناء على ما تقدم. وفي الصلب الدية، الصلب هو الظهر والعمود الفقري. وفي العينين الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية كما تقدم، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. ما المراد بالمأمومة؟ يا أخوان، من اللي عنده جواب؟ المراد بالمأمومة، أحسنت، نقول هي شجة في الرأس تصل إلى جلدة أم الدماغ، بمعنى أنها تخترق عظم الجمجمة وتصل إلى جلدة بعد العظم، هذه الجلدة تسمى أم الدماغ ولا تخترقها، هذه تسمى مأمومة لأنها وصلت إلى جلدة أم الدماغ، وهي نوع من الشجاج، لأن القصاص كما قرر الفقهاء كما يجري في النفس يجري فيما دون النفس. والقصاص فيما دون النفس نوعان: قصاص في الأعضاء وقصاص في الجراح. الشجاج هي نوع من الجراح، لأن الشجاج هي الجراح في الرأس والوجه خاصة، ومن الشجاج المأمومة.
قوله وفي الجائفة الثلث الدية، الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف، كجرح مثلا يصل إلى داخل البطن مثلا. وفي المنقلة 15 من الإبل، المنقلة هي أيضا نوع من الشجاج، وهي التي تشج الإنسان فتوضح العظم وتكسره وتنقله، يعني تحركه، هذه يقال لها منقلة. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، الأصابع في كل واحد 10 من الإبل، لا فرق بين الأصابع. وفي السن 5 من الإبل، أيضا الأسنان سواء في أي سن أيا كان نوعه، والسن هو واحد الأسنان كالأضراس ونحوها، في كل واحد منها 5 من الإبل. وفي الموضحة 5 من الإبل، الموضحة هي الشجة التي توضح العظم، يعني تبرز بياضه، لأن الوضح بمعنى البياض، ولهذا سميت موضحة، فالتي يبرز معها بياض العظم. قالوا ولو بقدر رأس إبرة، يعني لو شيء يسير، هذه تسمى موضحة لكنها تقف عند العظم، لأنها لو كسرته صير هاشمة، ولو حركته صارت منقلة. وقد مر معنا أن المنقلة فيها 15 من الإبل، والهاشمة فيها 10. ثم جاء في الحديث أن الرجل يقتل بالمرأة، فالرجل إذا قتل المرأة يقتل بها قصاصا، كما أن المرأة أيضا إذا قتلت الرجل تقتل به قصاصا. قد يقول قائل طيب الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كيف نفهم الآية ونحن نقول الآن المرأة الرجل إذا قتل المرأة يقتل بها؟ نعم نعم، هذا صحيح، يعني الأدلة الأخرى دلت على أن المرأة أن الرجل يقتل بالأنثى، لكن نقصد نفس الآية هذه كيف نفهمها على ضوء تلك الأدلة. نعم أنت على نفس الطريقة، أنت تذكر دليل آخر. نعم هناك أدلة أخرى، أنا أريد كيف نفهم الآية على ضوء هذه الأدلة، الأنثى بالأنثى. ذكر العلماء في سبب النزول أن بعض العرب كانوا يتعززون فيقولون لا نقتل بأنثانا إلا ذكرا، يعني حتى لو قتلها أنثى لا نقتل بأنثانا إلا ذكرا، ولا نقتل بعبدنا إلا حرا. فجاءت هذه الآية لتبين أن الأنثى إذا قتلت الأنثى فإن الأنثى تقتل بالأنثى، وليس لكم أن تتعززوا وتقولوا لا نقتل بأنثانا إلا ذكرا، وبناء على ذلك فهي لا معارضة فيها للأدلة الأخرى التي أشار إليها بعض الإخوة، والتي دلت على أن الرجل إذا قتل المرأة يقتل بها قصاصا. الأمر الأخير الذي تضمنه الحديث، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. الدية كما تجب في الإبل أيضا تجب في النقد، فالدية بالنقد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، ولا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين والأمن من التعدي في الاستيفاء، وتقتل الجماعة بالواحد، ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى آخر الآية. ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. هذا الجزء من كلام المؤلف تضمن مسائل عناوينها كالتالي: شروط وجوب القصاص، ثم شروط استيفاء القصاص، ثم مسألة قتل الجماعة بالواحد، ثم بين المؤلف دية ثم القصاص في الأعضاء، ثم بين دية المرأة. نبدأ الآن بشروط وجوب القصاص. القصاص لا يجب كما ذكر المؤلف رحمه الله إلا إذا وجدت شروط أربعة. قال: ويشترط في وجوب القصاص أربعة شروط، وهذه الشروط حددها الفقهاء عن طريق الاستقراء. استقراء الأدلة الواردة في هذا الباب دلت على أن القصاص لا يجب إلا إذا وجدت هذه الشروط الأربعة. الشرط الأول قال: كون القاتل مكلفا. إذن الشرط الأول معتبر في القاتل، وهو أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. وبناء على ذلك قال الفقهاء: لا يجب القصاص على غير مكلف، كالصغير والمجنون والمعتوه. الصغير يعني غير البالغ، إذا قتل يقول الفقهاء عمده حكمه حكم الخطأ، فعمد الصبي يأخذ حكم الخطأ، وقد مر معنا أن الخطأ لا قصاص فيه. عمد المجنون أيضا ليس فيه قصاص. المعتوه هو ضعيف العقل الذي لا يبلغ درجة الجنون، لكنه يكون شخص بالغ لكن عقله مثل عقل الصبي، فهذا يقال له معتوه. هذا أيضا ليس عليه قصاص لأنه غير مكلف. والفقهاء عللوا هذه المسائل، قالوا: لأنهم ليس لهم قصد صحيح. يعني هؤلاء ليس لهم قصد صحيح، المجنون لا قصد له، الصبي قصده ضعيف لأن القصد يتبع العقل، فإذا تم العقل تم القصد، ولهذا يقولون إنه ليس لهم قصد صحيح ينهض لإيجاب القصاص عليهم، فصاروا مثل قتل الخطأ. الشرط الثاني قال: أن يكون المقتول معصوماً. ما معنى معصوما؟ شيخ أحسنت. المراد بالعصمة هنا عصمة الدم، وعكس المعصوم هو مهدر الدم، ومهدر الدم هو الذي قام به سبب من أسباب إهدار الدم. فلو قتل حربيا فلا قصاص، لأن الحربي الكافر الحربي مهدر الدم. لو قتل زانيا محصنا فلا قصاص، لأن الزاني المحصن مهدر الدم شرعا. لكن يقول الفقهاء إنه لو قتل زانيا محصنا فالقتل وقع موقعه، لأنه يجب رجمه حتى يموت، ولهذا لا قصاص عليه، لكنه يعزر لافتياته على الإمام،
لأن إقامة الحدود هي من خصائص الأئمة كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الحدود. لكن من حيث القصاص لا قصاص، لأن من شرط وجوب القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم. الشرط الثالث قال مكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. هذا هو الشرط الثالث، وهو المكافأة بين المقتول والقاتل. ما المراد بالمكافأة؟ الشيخ بيّن المراد بها ألا يفضل القاتل المقتول في الإسلام أو الحرية، ويترتب على هذا الشرط أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد. وأما العكس فيجري القصاص، فلو قتل كافر مسلما اقتص من الكافر، ولو قتل عبد حرا اقتص من العبد. ولهذا قلنا أن المكافأة ألا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية. دليل كون المسلم لا يقتل بالكافر قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري في صحيحه. أما عدم قتل الحر بالعبد فهذا ورد فيه أحاديث وآثار يقوي بعضها بعضا تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد. وكلامنا هذا هو كله في القتل قصاصا، في القتل قصاصا. الشرط الرابع قال وألا يكون ولدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد. الشرط الرابع ألا يكون من هو؟ لا هو قال ولدا، ألا يكون المقتول، إذن ما دام قال ولدا ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، فلا يقتل الأبوان بالولد. فلو قتل الأب ولده أو قتلت الأم ولدها، والفقهاء يقولون وإن علوا يعني مثل الجد والجدة، لا يقتل والد بولده. وهذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس لا يقتل بالولد الوالد، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. قال المؤلف رحمه الله ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. هذا الآن المؤلف بدأ يذكر لنا نوع آخر من الشروط، ممكن نضع عنوان فنقول ماذا؟ شروط إيش؟ استيفاء القصاص. أنا ترى ذكرتها لكم في البداية فكونوا منها على ذكر، شروط استيفاء القصاص. المراد بشروط الاستيفاء يعني شروط التنفيذ. فنحن ننظر أولا إلى شروط الوجوب، إذا لم يجب القصاص لا ننظر إلى شروط التنفيذ. إذا وجب القصاص هل ننفذه أو لا ننفذه؟ لابد تتوافر شروط الاستيفاء. من شروط الاستيفاء الشرط الأول قال الشيخ ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، يعني على استيفاء القصاص. وقد ذكرت لكم سابقا أن المراد أولياء الدم، وقلت لكم منهم أولياء الدم، لا هذولك العاقلة لا تلخبطون، أولياء الدم هم ورثة المقتول فقط، ما هو العاقلة، العاقلة شيء ثاني. أولياء المقتول هم ورثة المقتول، الذين يرثون ماله هم الذين يرثون دمه، هم أولياء الدم. لا بد أن يتفقوا جميعا على المطالبة بالقصاص،
فلو وجب القصاص بالشروط الأربعة واحد منهم عفا سقط القصاص، وليس للبقية أن يستوفوا القصاص، لابد أن يتفق الجميع، ما داموا مكلفين لابد كلهم يتفقون. ولهذا جاء في أثر رواه زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي. فقال عمر: عتق الرجل القتيل. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. فهذا يدل على أنه إذا عفى واحد من الورثة سقط القصاص. الشرط الثاني من شروط الاستيفاء قال: والأمن من التعدي في الاستيفاء، يعني لابد حتى ننفذ القصاص لابد أن نأمن من التعدي إلى غير الجاني في الاستيفاء. ما الذي يدخل في ذلك في صورة يذكرها الفقهاء؟ من يذكرها؟ أحسنت، بارك الله بك. الأخ يقول قتل الحامل، يعني إذا قتلت امرأة وهي حامل وجب عليها القصاص وهي حامل، هل نقتص منها وهي حامل؟ لو قتلناها وهي حامل سنقتل جنينها، وبهذا يحصل التعدي إلى غير الجاني، ونصير قتلنا نفسين بنفس. والله عز وجل يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هذا إسراف في القتل، أن تقتل نفسين بنفس. ولهذا قال الفقهاء: يشترط لاستيفاء القصاص الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو لزم حاملا لم تقتل حتى تضع حملها، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه لحولين محافظة على حياته. المسألة التالية نضع لها عنوان، نقول: قتل الجماعة بالواحد. الشخص الواحد إذا قتل واحدا يقتل به قصاصا. طيب ماذا لو أن اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر قتلوا واحدا، يقتلون به؟ نعم. ولهذا قال: وتقتل الجماعة بالواحد. والفقهاء استدلوا على ذلك بما ورد عن عمر رضي الله عنه أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. أخرجه البخاري في صحيح. بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله شروط الاستيفاء انتقل إلى ما يمكن العنوان له بالقصاص في الأعضاء. أشرت فيما مضى أن القصاص نوعان: قصاص في النفس وقصاص في ما دون النفس، وذكرت لكم أن القصاص في ما دون النفس نوعان: قصاص في الأطراف وهي الأعضاء، وقصاص في الجراح. المؤلف هنا يبين لنا بعض ما يتعلق بالقصاص في الأطراف وهي الأعضاء. قال: ويقاد كل عضو بمثله. إذن القصاص يجري في الأعضاء بشرط، وهو المماثلة. المراد بالمماثلة يقول الفقهاء اسما وموضعا، فتؤخذ العين بالعين، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، هذا معنى قولنا اسما وموضعا. فلا تؤخذ أذن بعين، هذا اختلاف في الاسم،
ولا تؤخذ عين يمنى بعين يسرى. هذا اختلاف في الموضع، لابد في القصاص من المماثلة اسما وموضعا. ولهذا قال: ويقاد كل عضو بمثله. ثم ذكر شرطا آخر للقصاص في الأطراف، وهو قال: إذا أمكن بدون تعد. إذا أمكن بدون تعد، لأن القصاص في الأطراف يعني القصاص في النفس نهايته الموت، فالمقتص منه سيموت، لكن القصاص في الأعضاء يراد منه المماثلة مع الإبقاء على حياة المقتص منه. في بعض الأحوال قد لا يمكن بدون تعدي. يمثل لذلك الفقهاء، يقولون: لو قطع يد شخص من منتصف الساعد، منتصف الساعد من هنا، هنا لو وضعنا السكين في نفس الموضع حتى نقتص من الجاني، لا نأمن إذا وصلنا للعظم، لا نأمن أن يكون الكسر في العظم مثل الكسر في المجني عليه، لأن العظام تتفاوت في التحمل. ولهذا يقولون إن لا نقتص في الأعضاء إلا إذا أمكن بدون تعد، بأن يكون القطع من مفصل، لأنه إذا كان من مفصل نأمن من الحيف، كما لو قطع يده من مفصل الكف من الساعد، نضع السكين في نفس الموضع ونستأصل الكف وليس هناك كسر عظم، فنأمن الحيف. هنا يجري القصاص بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، مثل الأنف بالأنف، والمراد بالأنف الذي يقتص به من الأنف هو الغضروف الخارجي، فيؤخذ مارن الأنف وهو ما لان منه دون القصبة، القصبة هي العظم القاسي، مارن الأنف يتضمن المنخرين والغضروف الذي بينهما، هذا هو الذي يجري فيه القصاص، لأنه يمكن فيه الحيف، يمكن فيه أمن الحيف بأن نقف عند العظم وهو القصبة. أما لو أن هشم العظم ما يمكن الحيف حينئذ. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليلا على وجوب القصاص في النفس وفيما دون النفس، وهو قول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ثم ختم الكلام في الجنايات بالكلام على دية المرأة، قال: ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. إذن دية المرأة على النصف من دية الذكر. فمر معنا أن الحر المسلم الذكر ديته 100 من الإبل، الحرة المسلمة الأنثى ديتها كم؟ 50 من الإبل، لأنها على النصف. والفقهاء يقولون إن الكتابي على النصف من دية المسلم، فدية الذكر الكتابي يعني اليهودي أو النصراني 50 من الإبل، دية المرأة الكتابية كم؟ اللي هي 25 من الإبل، 25 من الإبل. ولهذا يقولون دية المرأة على نصف دية الذكر. استثنى المؤلف قال: إلا فيما دون ثلث الدية، أن نزيد عبارة التامة فهما سواء. الدية التامة هي دية الذكر الحر المسلم، وقد مر معنا أنها 100 من الإبل، ثلثها كم؟
33 وثلث هو ثلث 100. فدية المرأة إذا كانت دون ثلث الدية دون هذا المقدار تتساوى مع الرجل، فإذا وصلت هذا المقدار أو زادت صارت على النصف من دية الرجل. ولهذا قال إلا فيما دون ثلث الدية يعني التامة فهما سواء. من الأمثلة على ذلك، مر معنا أن إصبع الحر المسلم الذكر فيه كم؟ لا، الإصبع 10 من الإبل، مر معنا في حديث عمرو بن حزم 10 من الإبل. طيب دية المرأة إصبع المرأة 10 من الإبل. طيب دية إصبعين من أصابع المرأة 20 من الإبل. دية 3 أصابع 30 من الإبل. دية 4 أصابع 20 من الإبل، لأنها الآن زادت على ثلث الدية فتنصفت، زادت على الثلث فتنصفت. هذا مثال يوضح لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنايات. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: كتاب الحدود. لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. حد الزنا. حد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبور أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. وإن كان غير محصن جلد مئة جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت مرفوعا: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحر. وآخر الأمرين. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. هذا الآن كتاب الحدود، وهو الكتاب الثاني فيما سنتدارسه إن شاء الله في هذا اليوم، وسأتكلم من خلال ما سمعناه سابقاً من خلال العناوين التالية: أولا تعريف الحدود، ثم ثانيا شروط من يجب عليه الحد، ثم مسألة اختصاص الإمام بإقامة الحدود، ثم نبدأ في موضوع حد الزنا. فذكر المؤلف رحمه الله تحته تعريف الزنا، ثم بين عقوبة الزاني، ثم ذكر دليل حد الزنا. هذا هو أبرز عناوين مضامين ما سمعناه آنفا. الأول هو تعريف الحدود، وهذا لم يذكره المصنف رحمه الله. الحدود شرعا يقول الفقهاء هي عقوبة مقدرة من الشرع في معصية لتمنع الوقوع في مثلها، فهي عقوبة مقدرة من الشر. وقولهم عقوبة هذا جنس يدخل فيه الحدود والتعزيرات، وقولهم مقدرة من الشرع يخرج التعزيرات،
لأن التعزير عقوبة لكنها غير مقدرة من الشرع، ولهذا القاضي أو الحاكم له أن يقدر العقوبة التعزيرية كما سيأتي إن شاء الله بحسب الاجتهاد. أما الحدود فهي مقدرة من الشرع، ليس للشخص أن ينقص منها ولا أن يزيد فيها. قالوا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها، وهذا إشارة إلى الحكمة من مشروعية الحدود. ولهذا يقول العلماء إن الحدود زواجر وجوابر، فهي لها حكمتان، حكمة الزجر وحكمة الجبر. الزجر يعني زجر الشخص وزجر غيره عن الوقوع في مثل فعله، ولهذا قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ومن معاني النكال الزجر والرد. الأمر الآخر جوابر، يعني أنها كفارات، فمن أصاب شيئا من الجرائم الحدية فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، كما دلت على ذلك السنة. المؤلف رحمه الله ذكر في بداية كتاب الحدود شروط من يجب عليه الحد عموما. قال: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الشخص مكلفا، فغير المكلف، المكلف المراد به عند الفقهاء ماذا؟ البالغ العاقل. نعم أحسنتم. فغير المكلف وهو الصغير والمجنون لا تجب عليهما الحدود، لكن الصغير المميز إذا فعل جريمة كأن سرق مثلا ليس عليه حد قطع، لكنه يؤدب لأنه يقبل التأديب، لكن الحد لا حد على صغير. الشرط الثاني قال ملتزم. ما المراد بكلمة ملتزم؟ نعم نعم أحسنت، يعني ملتزم أحكام دار الإسلام، ويدخل في هذا صنفان من الناس، يدخل في ذلك المسلم ويدخل في ذلك الذمي، فهذان الصنفان ملتزمان أحكام دار الإسلام فتقام عليهما الحدود. المسلم ملتزم بحكم إسلامه، والذمي بحكم عقد الذمة ملتزم بأحكام دار الإسلام. الشرط الثالث قال عالم بالتحريم، وهذا يخرج الجاهل بالتحريم. والجهل بالتحريم له صورتان: الجهل بالحكم الشرعي، والجهل بالعين. مثال الأول: شخص زنى بامرأة يجهل أن الزنا حرام، هذا لا حد عليه، لكن لا نقبل دعوى الجهل من كل أحد، ولا كان كل من زنى قال أنا جاهل، لكن يقول العلماء إذا أمكن تصديقه كشخص أسلم حديثا، أو شخص نشأ في مكان نائي بعيد عن العلم فيمكن تصديقه، فإذا كان يمكن صدقه وادعى نقول هذه شبهة والحدود تدرى بالشبهات. أما من نشأ في دار الإسلام فلا يقبل منه دعوى الجهل، هذا هو الجهل بالحكم الشرعي. الصورة الثانية الجهل بالعين، يعني بالواقع. قالوا: كمن زفت له غير امرأته فوقع عليها بالغلط، أدخل على غير زوجته،
فجامعها، وهذا وطء حرام، لكنه جاهل، هو يعلم أن الزنا حرام لكن يجهل أن عين هذه المرأة حرام عليه، يظنها زوجته، هذا أيضا لا حد عليه، وهذا يسميه الفقهاء وطء شبهة، يسمون الفقهاء هذه الصورة وطء شبهة ليس فيه حد. هذه الشروط الثلاثة لمن يجب عليه الحد. الفكرة التالية اختصاص الإمام بإقامة الحدود. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. إقامة الحدود هذه من خصائص الأئمة، فليس لأحد الناس أن يقيموا الحدود، ولو كان الشخص عالما أو زعيم قبيلة أو غير ذلك، الإمام وهو الذي له الولاية الشرعية على البلاد وهو الذي يتولى إقامة الحدود، وله أن يستنيب في إقامتها. والفقهاء استدلوا على ذلك باستقراء الوقائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه، فإن استقراء وقائع الجرائم التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه يفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم الحدود أو يأمر بإقامتها، والأمر بإقامتها هو استنابة، كقوله صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، هذا استنابة، ونائب الإمام يقوم مقامه. كذلك الخلفاء الراشدون لم يكن أحد يقيم الحدود سوى الخلفاء في عهد الخلفاء الراشدين. والفقهاء عللوا أيضا بتعليل إضافة إلى هذا الدليل، وهو أن إقامة الحدود تفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن فيها الحيف، يعني هناك اجتهاد في ثبوت الحد، في انتفاء الشبهات، وهذا أمر يحتاج إلى إمام وعلم ونظر، وقد تختلف الاجتهادات أحيانا في بعض المسائل، فلا بد أن يوكل الأمر إلى أهله. والمخولون بإقامة الحدود هم الأئمة ونوابهم، وإلا لو فتح الباب لكان من أراد أن يتشفى بقتل شخص يقول: سمعته يقول كفرا، فهو مرتد ويقتله، فهذا يفتح أبواب من أبواب الفساد. الشيخ استثنى قال: إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، هذا استثناء ثابت بالنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، رواه البخاري ومسلم. فإقامة حد الزنا بالجلد خاصة هذا جائز على الرقيق يقيمه السيد، وقوله بالجلد خاصة يخرج غير الجلد، فلو أن الرقيق سرق مثلا سيده لا يقطع يده، وإنما الأمر هذا للإمام أو نائبه، ولهذا قال: فإن له إقامته بالجلد خاصة، يعني دون بقية الحدود. ثم بيّن أن حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، كما قال الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة، يعني الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم بيّن المؤلف رحمه الله، أو انتقل المؤلف رحمه الله، إلى الكلام على النوع الأول من أنواع الحدود، وهو حد الزنا، فذكر في البداية تعريفه، قال: وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
وهذا التعريف يفيد أن الوطء في الدبر داخل في حكم الزنا وفي حد الزنا، ويدخل في ذلك دبر الأجنبية ودبر الذكر وهو عمل قوم لوط. فكلام المؤلف يفيد أن هذين داخلان في حكم الزنا وفي حد الزنا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وأما وطء الزوجة في الدبر فهذا فيه تعزير، ليس فيه حد. فالمرأة ولو كانت زوجة لا يجوز وطؤها في دبرها، لكن هذا ليس فيه حد وإنما فيه تعزير. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الزنا بين عقوبة الزاني. وعقوبة الزاني كما دلت على ذلك أدلة الشرع تتنوع بحسب حاله. فالزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن. الشيخ بين معنى الإحصان وبين عقوبة المحصن وعقوبة غير المحصن. قال رحمه الله، هذه نضع عنوان نقول عقوبة الزاني النوع الأول، قال: إن كان محصنا، وهو هذا الآن تعريف المحصن، الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. إذن المحصن هو الذي سبق له زواج ولا بد أن يكون وطئ زوجته، ولا بد أن يكون حال الوط كلاهما يعني الزوجان حران مكلفان. وبناء على ذلك لو فرضنا أن شخصا تزوج صغيرة يعني غير بالغة لكنه يوطأ مثلها، كان تكون بنت 10 سنين أو بنت 9 سنين تتحمل الوطء، فوطئها ثم زنى، يجلد أو يرجم؟ يجلد ولا يرجم لأنه غير محصن. المحصن هو الذي تزوج امرأة ووطئها وهما حران مكلفان. وهكذا لو تزوج أمة فوطئها لا يصير بذلك محصنا. طيب، إذا فرضنا أن شخص وقع في الزنا، تزوج امرأة ووطئها وطلقها والآن ما عنده زوجة ووقع في الزنا، يرجم أو يجلد؟ يرجم لأنه محصن. ولهذا المؤلف قال: وهو الذي قد تزوج، ما قال الذي عنده زوجة، الذي قد تزوج سواء عنده أو ليست عنده. هذا هو تعريف المحصن. أما عقوبة الزاني المحصن أو حده، قال: فهذا يرجم حتى يموت، يعني يرجم بالحجارة، وليس هناك حد للرجم بل يرجم حتى يموت. النوع الثاني قال: وإن كان غير محصن. وغير المحصن الذي تخلف فيه وصف من الأوصاف السابقة المعتبرة في الإحصان، فإنه في هذه الحالة يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه عاما. هذا هو حده. والمراد بالتغريب يعني النفي عن الوطن إلى بلد آخر يراه الحاكم، وهذا نوع من أنواع التعزير والاستصلاح أيضا، لأن إبعاد الشخص عن المكان الذي
حصلت فيه الفاحشة، وهذا من أسباب صلاحه، ولهذا ينبغي أن يغرب إلى مكان محافظ، يعني ما يغرب إلى مكان يزين الفواحش. ولهذا نقول أن القاضي يختار المكان بحسب ما يحقق المصلحة الشرعية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما عنوانه شروط حد الزنا، قال: ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات، يعني الشرط الأول لحد الزنا هو ثبوت حد الزنا، لا بد أن يثبت حد الزنا. بما يثبت حد الزنا؟ بأحد أمرين: الأمر الأول الإقرار، والإقرار يعني الاعتراف، فيعترف يقر الزاني على نفسه بالزنا، ولا بد أن يوجد من هذا الإقرار كم مرة؟ 4 مرات. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز المرة الأولى لم يقم عليه الحد حتى شهد على نفسه 4 مرات، فأمر بإقامة الحد عليه، فدل ذلك على أن الإقرار يشترط فيه 4. فلو أقر 1 أو 2 أو 3 لم يجب الحد. الشرط الثاني قال: أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم، يعني ثبوت الحد بالشهادة، والشهادة لا بد فيها من 4 شهود، ولا بد أن يكون الشهود رجال عدول، الرجال يخرج النساء، فالنساء لا مدخل لهن في الشهادة بالحدود، عدول يخرج الفساق ونحوهم. لا بد أيضا هؤلاء الرجال العدول لا بد أن يصرحوا بشهادتهم. كيف يصرحوا بشهادتهم؟ يعني يقولون: رأينا ذكره في فرجها. فلو قالوا رأيناه مثلا بين فخذيها فهذا لا يثبت به الحد، إلا إذا صرحوا فقالوا رأينا ذكره في فرجها، فحينئذ يقام عليه الحد. الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر شرط الثبوت وهو الشرط المعتبر في حد الزنا، ذكر دليل حد الزنا، وهو قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذه الآية تفيد أن الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة. السنة النبوية بيّنت الفرق بين المحصن وغير المحصن، والشيخ ذكر حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم في صحيح. حديث عبادة هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تضمن الحدين: حد الزاني المحصن وحد الزاني غير المحصن. فقوله البكر بالبكر هذا هو حد الزاني غير المحصن، وقوله الثيب بالثيب هذا هو حد الزاني المحصن. هنا إشكال في هذا الحديث. المؤلف رحمه الله فيما مضى قرر أن الزاني المحصن حده ماذا؟ الرجم حتى يموت. هل يجلد قبل الرجم؟
لا يجلد قبل الرجم. طيب حديث عبادة الآن يقول والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، كيف نفهم حديث عبادة؟ نعم نعم أحسنت. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. المؤلف ماذا قال بعد إيراد حديث عبادة؟ قال وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. إذن حديث عبادة متقدم، وحديث ماعز والغامدية لم يذكر فيهما الجلد قبل الرجم، وهما متأخران. ما الدليل على التقدم، على تقدم حديث عبادة؟ قوله في بداية الحديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، هذا يدل على أن في بداية تشريع الحد. لأن هذا إشارة لآية كانت قبل تشريع الحد. من يذكر لنا الآية؟ لا لا لا، آية موجودة في القرآن. نعم نعم أحسنت بارك الله. فقوله سبحانه فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذه عقوبة الزانيين قبل تشريع الحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد جعل الله لهن سبيلا، يعني هذا يدل على أن هذا بداية تشريع الحد. ولهذا قال الإمام أحمد إن حديث عبادة متقدم وحديث ماعز والغامدية متأخرة، فتكون ناسخة لتشريع الجلد قبل الرجم. قال رحمه الله حد القذف، ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. حسب. هذا حد القذف، والقذف يعرفه الفقهاء يقولون هو الرمي بالزنا أو اللواط. القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، فهذا هو الذي يوجب الحد. أما لو رمى بغيرهما فلا حد ولو كان أعظم منهما. فمن رمى شخصا بالكفر فقال له يا كافر، وهذا أشد من أن يقول يا زاني، لا حد عليه لكنه يعزر. فالقذف وهو الرمي بالزنا أو اللواط. هنا قضية ذكرها ابن القيم رحمه الله أو فائدة، وهي أنه لماذا الشرع خص الرمي بالزنا واللواط بالحد، بينما لم يجعل في الرمي بالكفر حدا. قال ابن القيم إن الرمي بالزنا أو اللواط يلحق فيه العار المرمي، لأن الرامي سيجد من يصدقه، فيلحق العار المرمي بالزنا أو اللواط. ومن مقاصد مشروعية الحد دفع العار، لأن إذا أقيم الحد وأعلن اندفع العار عن المرمي، بخلاف الرمي بالكفر فقل من يصدق الرامي بالكفر، لأن المرمي مع المسلمين وبينهم ويصلي ويصوم، فمن الذي سيصدقه؟ ف
فلهذا لم يشرع حد، مع أن الرمي بالكفر أعظم ولا شك. المؤلف رحمه الله في حد القذف ذكر أولا موجب حد القذف، وبين قدره، ثم بين موجب قذف غير المحصن، ثم بين تعريف المحصن هنا. أما موجب حد القذف فقال: ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. إذن موجب حد القذف هو القذف بالزنا، وأنا ذكرت لكم، أو اللواط. وأن يكون المقذوف محصنا، وسيأتي تعريف المحصن. فلو قذف غير محصن فلا حد. أو شهد عليه به، يعني شهد على المحصن بالزنا ولم تكمل الشهادة، لأنه مر معنا أن الشهادة بالزنا لا بد فيها من 4. فلو شهد 1 أو 2 أو 3 ولم يكملوا برابع حدوا للقذف. ما قدر حد القذف؟ أن يجلد 80 جلدة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم بين المؤلف موجب قذف غير المحصن. ما الذي يوجبه قذف غير المحصن؟ نحن قلنا أن المحصن يوجب قذفه الحد. طيب إذا قذف غير محصن يجب التعزير. قال: وقذف غير المحصن فيه التعزير. فلو قذف رقيقا أو قذف صغيرا دون البلوغ أو قذف مجنونا، ففي هذه الحالة على القاذف التعزير، لأن المقذوف غير محصن. ولهذا بين المؤلف رحمه الله في ختام حد القذف تعريف المحصن. ما المراد بالمحصن؟ أذكر بأن الإحصان في حد القذف هل هو الإحصان في حد الزنا؟ لا، معنى آخر. ولهذا في العناوين أنا قلت تعريف المحصن هنا حتى ما يلتبس عليك مع تعريف المحصن في حد الزنا. قال: والمحصن هنا، طبعا الآية قالت: والذين يرمون المحصنات، وهذا يدل على اشتراط كون المرمي محصنا. ما المراد بالمحصن؟ قال: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، يعني عن الزنا. فالحر يخرج العبد، فالعبد غير محصن. البالغ يخرج الصغير، قذف الصغير. المسلم يخرج قذف الكافر. العاقل يخرج المجنون. العفيف عن الزنا يقولون: ولو ظاهرا ولو تائبا منه. يعني العفيف عن الزنا محصن، حتى ولو كان سابقا كان يقارف الزنا ثم تاب فقذفه بعد التوبة يعد قذف محصنا، فعليه الحد. وهذا يخرج المعروف بالزنا، فهذا لا يحد قاذفه لأنه قذف غير محصن.
هذا ما يتعلق بحد القذف. الآن نطرح بعض الأسئلة، لأن الإخوة وضعوا بعض الهدايا لمن يجيب على الأسئلة. ونرجو من المجيبين إقفال الكتب، لأن نريد الجواب من الذاكرة لا من المكتوب. السؤال الأول، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الدية في قتل الخطأ تجب على العاقلة. السؤال يقول: ما المراد بالعاقلة؟ نعم تفضل. نعم أحسنت. هؤلاء ويعبر عنهم الفقهاء بلفظة واحدة وهي العصبة. أحسنت. فنقول هم ذكور العصبة، والعصبة هم قرابة الرجل من جهة أبيه. أحسنت بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيك، وفقك الله. طيب، السؤال الثاني، مر معنا أن من شروط القصاص المكافأة بين المقتول وقاتله، ما المراد بالمكافأة التي هي شرط؟ نعم نعم، هذا يترتب عليها، لأنه نريد المراد بها، يعني تفسيرها مباشرة، لا نريد الفروع المترتبة عليها. المراد بالمكافأة يعني هي كذا وكذا، أنا ذكرتها. نعم نريد العبارة الدقيقة، أنا أتيت بعبارة فقهية دقيقة. نعم تفضل. نعم أحسنت، كمل عاد. بعد أنت أتيت بالأساس في البداية. لا رجعنا الآن، لا أنت أتيت بألا يفضل القاتل المقتول في ماذا؟ كمل عشان تستحق. في أمرين، ما هما؟ أحسنت بارك الله، تستحق الجائزة. تفضل. ألا يفضل القاتل المقتول في الإسلام أو الحرية. طيب، إن ذكرنا أو ذكر المؤلف رحمه الله أن القصاص يجري في الأعضاء بشرطين، أذكر الشرطين اللذين ذكرهما المؤلف للقصاص في الأعضاء. لماذا قلة حضرتم؟ نعم تفضل. استحقاق الجائزة لابد بذكر الأمرين، لابد الإجابة كاملة. نعم نعم المماثلة في ماذا؟ أحسنت، بس ما يصلح كذا لأن ما ندري من نعطي الجائزة. طيب خلاص، أجل أنت لقنت زميلك فيستحقها هو إذا. يلا كمل، لأن الكلام معك الآن. المماثلة في الاسم والموضع، الشرط الثاني عشان تستحق. أحسنت بارك الله فيك. تفضل وادعو لصاحبك أنه تسبب لك في خير. طيب، هذا أيضا لابد من إغلاق الكتب يا أخوان.
ذكر المؤلف ثلاثة شروط تعتبر في من يقام عليه الحد، فمن يذكرها؟ تفضل تفضل. نعم ممتاز. نعم الشرط الثالث. أحسنت بارك الله فيك، تفضل. كما ذكر أن يكون مكلفا وأن يكون ملتزما أحكام دار الإسلام وأن يكون عالما بالتحريم. هو قال ألا يكون جاهلا، يعني المؤدى إن شاء الله يعني مقارب بإذن الله. هذا يقول هل تجزئ الكاميرات عن الشهادة، عن شهادة أربعة؟ لا، التصوير ليس لا يعتمد عليه في ثبوت حد الزنا، لأن التصوير كما تعلمون يدخله من التزوير والتدليس ما يدخله، وتركب الرؤوس على الرؤوس، فالشرع احتاط غاية الاحتياط في ثبوت حد الزنا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله لإكمال بعد صلاة المغرب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.